المطلوب من الآن أن نكمل المربع لكي نحل المعادلة 4x تربيع زائد 40x ناقص 300 يساوي 0. إذن دعوني أكتبها 4x تربيع زائد 40x ناقص 300 يساوي 0. إذن هذه هي الخطوة الأولى هنا، ولا أفضل وجود هذه الأربعة كمعامل لعبارة x تربيع، وأفضل أن يكون واحد. لذا دعونا نقسم طرفي المعادلة على 4. دعونا نقسم كل شيء على 4، نقسم هذا على 4، نقسم هذا على 4، وصفر على 4، لأننا نقسم كلا الطرفين على 4. إذن هذه تبسط إلى x تربيع زائد 10x، وبما أنني أفعل هذا للجانب الأيسر من المعادلة فيجب علي أن أفعله للجانب الأيمن، فهذا ما يجعل من المتباينة صحيحة. لهذا السبب قمت بهذا. إذن 40 تقسيم 4 يساوي 10x، ثم 300 تقسيم 4 كم يساوي؟ 75. دعوني أتحقق من ذلك. إذن 3 لا تقبل القسمة على 4، 30 تقسيم 4 يساوي 7، 7 ضرب 4 يساوي 28، نطرح نحصل على 2 وننزل الصفر، 20 تقسيم 4 يساوي 5، و 5 ضرب 4 يساوي 20، نطرح ونحصل على 0، إذن خارج القسمة هو 75، إذن نضع سالب 75 يساوي 0، وعندما تنظر إلى هذا ستدرك أنه يمكنك تحليلها بطريقة ما، وبكل وضوح أنها ليست مربعا كاملا، أو أنها ليست عبارة ثلاثية الحدود وتعتبر مربعا كاملا. تنظر إلى هذه العبارة العشرة، نصف العشرة هو 5، وخمسة تربيع لا يساوي 75، إذن لا تعتبر مربعا كاملا. لذا ما سنفعله هو أن نحول العبارات في الجانب الأيسر إلى مربع كامل، ويمكنني أن أبدأ بأبعاد 75، وبعض الأشخاص يتركون 75 في الجانب الأيسر كما هي، لكنني أفضل وضعها هنا. دعوني أوضح الأمور قليلا. إذا دعونا نضيف 75 لكلا الطرفين ونتخلص من 75 على الجانب الأيسر من المعادلة، وبهذا نحصل على x تربيع زائد 10x، ومن ثم سالب 75 وزائد 75 يتم حذفها، وسأترك فراغا هنا لكي أكمل المربع، وهذا يساوي 75. كل ما فعلته هو أنني أضفت 75 لكلا الطرفي هذه المعادلة. الآن هذا هو إكمال المربع بشكل منظم. أريد أن أضيف شيء ما لطرفي هذه المعادلة، لا يمكنني أن أضيفه لجانب واحد من المعادلة، لذا سأضيف شيء ما لطرفي المعادلة حتى يصبح الجانب الأيسر مربعا كاملا. وطريقة القيام بهذا، لقد رأينا هذا في العرض الأخير عندما أنشأنا معادلة ذات حدود تعتبر مربعا كاملا، وهو أن العبارة الأخيرة، أو يجب أن أقول الجانب الأيسر وليس العبارة الأخيرة، هذه العبارة في الجانب الأيسر تصبح مربعا كاملا إذا كان لدينا ثابت يعتبر مربع نصف معامل عبارة الدرجة الأولى. إذن المعامل هنا هو 10، ونصف العشرة هو 5، 5 تربيع يساوي 25، إذن سأضيف 25 للجانب الأيسر، وبالطبع حتى أوازن المعادلة، أي شيء أفعله للجانب الأيسر علي أيضا أن أفعله للجانب الأيمن. والآن كما نرى فقد أصبحت مربعا كاملا. ونقول ما هما العددان اللذان إذا جمعتهما أحصل على 10، وإذا ضربتهما أحصل على 25؟ حسنا، إنهما 5 و5. وعندما نقوم بتحليلها إلى عواملها نرى أن الجانب الأيسر يبسط إلى x زائد 5 الكل تربيع، وهذه x زائد 5 ضرب x زائد 5. وبإمكانك أن تشاهد عروض التحليل إلى العوامل إذا كان هذا يربككم، أو بإمكانكم أن تشاهدوا آخر عرض على إنشاء المعادلة ثلاثية الحدود التي تعتبر مربعا كاملا، وأنا أشجعكم على أن تقوموا بتربيعها حتى ترون أنكم ستحصلون على نفس الشيء. وهذا يساوي 75 زائد 25 ويساوي 100. والآن نقول أن مربع شيء ما يساوي 100،
وفي الحقيقة أن هذا الشيء إذا قلت مربع شيء ما يساوي 100، فإن هذا الشيء يعتبر واحدا من الجذور التربيعية ل100، ونعلم أن 100 تمتلك جذران، فلها موجب 10 وسالب 10. إذن يمكننا أن نقول أن إكس زائد 5، الشيء الذي نقوم بتربيعه هذا، يجب أن يكون عبارة عن واحدا من جذور 100، أي أن هذا يجب أن يساوي الجذر زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل100، أي زائد وناقص 10. ويمكننا أن نقول أن إكس زائد 5 يساوي 10، أو إكس زائد 5 يساوي سالب 10. على هذا الجانب يمكنني أن أطرح 5 من طرفي هذه المعادلة وسأحصل على، دعوني أكتب ذلك، نطرح 5 من كلا الطرفين ونحصل على X يساوي 5، وهنا بإمكاني أن أطرح 5 من كلا الطرفين مرة أخرى. نطرح 5 في كلتا الحالتين، نطرح 5 مرة أخرى ونحصل على X تساوي سالب 15. إذن هذان هما الحلان اللذان حصلت عليهما حتى أحل هذه المعادلة، وبإمكاني أن أتحقق من أنهما سينجحان. سأفعل ذلك باللون الأزرق. إذن دعونا نجرب الخمسة، سأفعل واحدا منها وأترك الآخر لكم حتى تتحققوا من أنه سينجح. إذن 4 ضرب X تربيع، أي 4 ضرب 25 زائد 40 ضرب 5 ناقص 300 يساوي 0. 4 ضرب 25 يساوي 100، 40 ضرب 5 يساوي 200، وسنطرح 300. 100 زائد 200 ناقص 300 يساوي 0. إذن لقد نجحت X تساوي 5، وأعتقد أنكم ستجدون أن X تساوي سالب 15 تنجح أيضا عندما تقومون بتعويضها هنا.